خرج آلاف الجزائريين اليوم وسط العاصمة احتجاجا على بقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم وتفعيل المادة 102 التي تعطي صلاحية الإشراف على انتقال السلطة إلى الموالين للنظام، وهي سادس جمعة على التوالي من المظاهرات التي تشارك فيها كل فئات المجتمع الجزائري. يحدث هذا وسط صراع حاد بين قيادة الأركان والرئاسة حول استمرارية ولاية بوتفليقة.